بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمده تعالى ونشكره ونستعينه سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد: الفنون والجمال في المنظور الحضاري الإسلامي، انطلاقا من قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولاي أمير المؤمنين. إن هذه المجالس العلمية التي تتحلى بها أيام رمضان الأبرك لتزدان وتجمل بحضوركم ورعايتكم، وتغدو منارة يهتدي بها المسلمون في شؤون الدين والفكر والتربية والمجتمع، بل إنها تغدو روحا جديدة تبث الطمأنينة واليقين في النفوس والعقول، وتجلي لها الصورة الصافية لتعاليم الدين وهديه في مختلف شؤون الحياة. وإن القلوب لتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الخالص بأن يجعل خيرها عميما، وأن ينفع بها الأمة في دينها ودنياها، وأن يزين بها صالح أعمالكم، ويرجح بها ميزان حسناتكم، إنه سميع مجيب. مولاي أمير المؤمنين، أستأذنكم في أن أتناول بين يديكم بالدرس والتحليل موضوع الفنون والجمال في المنظور الحضاري الإسلامي من خلال الرؤية القرآنية، انطلاقا من قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وسأتناول درسي هذا في محورين وخاتمة. المحور الأول، وأرصد فيه بعض معطيات القرآن الكريم حول الفنون والجماليات. المحور الثاني، وفيه أعرض لتأملات في الآية منطلق الدرس، ثم خاتمة، فأقول وبالله أستعين. المحور الأول، بعض معطيات القرآن الكريم حول الجمال والفنون. إن التأمل في القرآن الكريم يا مولاي يهدي إلى استنباط المعطيات الآتية حول الجمال والفنون: أولا، الجمال مركوز في مفردات الكون. في القرآن الكريم وصف لمفردات الكون من سماء وأبراجها، وأرض وفجاجها، وجبال وأكنانها، وسحب ومسيرها، وحدائق وثمارها، وأنعام وجمالها، وذلك في مثل قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد. وقوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولو جمعت الآيات الواردة في هذا المجال
فإنها تنشئ موقفا واحدا، وهو أن القرآن يدعو الإنسان ويلفت نظره إلى أنه محتضن من قبل كون يتصف بالجمال في مختلف أنحائه، جمال في الصنعة، وجمال في الدقة، وجمال في التناسب، وجمال في الأشكال والوظائف. وليس من عبث أن يستغرق هذا آيات وصورا كثيرة في القرآن، فوراء ذلك سر وله دور وأثر في تحريك الوجدان والذوق نحو تمثل الجمال والتعبير عنه بأشكال فنية تعطي للإنسان صفة الحياة الحقيقية المطلوبة، كي يكون عبدا لله الجميل الذي يحب الجمال ويريد أن ينعكس هذا الجمال على مواقف الإنسان. والبحث في هذه الظاهرة مفضي مولاي أمير المؤمنين إلى استخلاص الحقائق الآتية: جمالية الكون مقررة بالحس ومدعومة بشهادة القرآن، جمالية الكون مقررة بالفطرة، جمالية الكون حافز للإنسان ومساعد له على تمثل الجمال وتذوقه وإصداره، جمالية الكون مظهر من مظاهر إعجاز الخالق. استشعار جمالية الكون مطلب شرعي، استشعار جمالية الكون مدخل إلى الإيمان، الإبقاء على فاعلية الإعجاز في جمالية الكون مشروط بالحفاظ على جمالية الكون والبيئة. تدمير البيئة بالإضافة إلى كونه جريمة تعسر الحياة فوق الأرض فإنه جريمة أيضا، لأنه عمل يلغي أهم مظهر من مظاهر الإعجاز وهو جمالية الكون. ثانيا، الجمال صفة مركوزة في الإنسان، وهو أمر مقرر نبه عليه القرآن في العديد من الآيات، من مثل قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ففي التقويم الأحسن والتسوية والتعديل أبرز مظاهر الجمال في الإنسان. والاستفهام في أي صورة ما شاء ركبك، كثيرا ما يراد به الكناية عن التعجب أو التعجيب، ودلالة الآية هو في صورة كاملة بديعة. والجمال المركوز في الإنسان مولاي طبقات ومستويات، فهناك الجمال الحسي الذي يشترك عموم الناس في إدراكه، وهناك مستويات من الجمال لا يفطن لها إلا من وهبه الله فطرة سليمة وذوقا رفيعا وتربية متميزة. فهناك جمال المشاعر والأحاسيس، كمشاعر الحب والتضحية والرحمة والتعاون وصفاء النفس وسلامة الروح من مشاعر الحقد والحسد. وهناك مشاعر علاقة الإنسان بمن حوله وما حوله، مثل مشاعر العطاء والإيثار والكرم والعفة والنزاهة، ومشاعر حب الطبيعة والاعتناء بها. كل هذه المشاعر نجد لها ذكرا دقيقا في القرآن، إلى جانب ما يترتب عليها من مواقف وحالات وسلوكات إيجابا وسلبا. وهذه المشاعر مولاي مجال خصب للإبداع الفني والتمثل الجمالي. ثالثا، الجمال صفة مركوزة في الخطاب القرآني. القرآن مولاي هو الكون الثاني لله بعد الكون الأول، الممتد في آفاق الطبيعة والوجود. ومن البدهي أن صفات الجمال المركوزة في الكون منعكسة أصالة في خطاب القرآن، بمعنى أن الخطاب القرآني يحتوي على روح الصفات الجمالية الموجودة في الكون من دقة وتناسق وتناسب. والحديث عن جمالية الخطاب القرآني يا مولاي طويل ومتشعب، لا يمكن بأي حال أن نوفي حقه ضمن فقرة في محور الفنون والجماليات في الرؤية القرآنية. فهناك جمال العرض، وجمال التركيب، وجمال التصوير، وهناك جمال المعنى واللفظ والأسلوب والسرد القصصي، إضافة إلى جمالية الإيقاع الموسيقي. رابعا، الإنسان مطالب قرآنيا بتخليق الجمال وتجميل الأخلاق. انتهت الحضارات النافذة إلى الفصل بين الأخلاق والجمال، معتبرة الجمال منافيا لمبدأ القيمة والمنفعة الذي تركز عليه الأخلاق.
وبقيت الرؤية القرآنية متميزة في هذا الجانب، إذ ربطت بين المجالين ووجهت سلوك الإنسان في اتجاه أن يجمل أخلاقه ويتخلق بالجمال في رؤية وممارسة مندمجة وفي نزوع ارتقائي متواصل. إن الرؤية القرآنية تعتبر الاهتمام بالجماليات والفنون مدخلاً للارتقاء بأخلاقيات الحياة في أبعادها الوجدانية والوظيفية، بل تصير شرطاً في القضاء على النزوع نحو التشدد والتطرف والعنف والاتصاف بضعف الذوق وانعدام الإحساس بالجماليات في الحياة الخاصة والعامة. والمتأمل في خطاب القرآن يلاحظ أنه يصف العديد من الأخلاقيات بوصف الجمال، مثل الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والصراح الجميل. وكان الرسول عليه السلام يدعو بقوله: اللهم جملني بالتقوى وزيني بالحلم، وقوله: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. كما أن القرآن الكريم يجعل الإحساس بالجمال وتذوقه مقدمة للاتصاف بأخلاقيات محمودة، مثل قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ويتابع: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ثم يتابع: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ثم يتابع القرآن الكريم: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهذه الآيات مع آيات أخرى كثيرة تجسد مختلف أبعاد الرؤية القرآنية للجمال، إذ جعل التأمل في جمال الأنعام والطبيعة بليلها ونهارها وشمسها وقمرها ونجومها والأشجار باختلاف ثمارها وألوانها والحلية المستخرجة من البحار مقدمة للتخلق بخلق التفكر والتذكر والتعقل والشكر. وهذا ما قصده أحد علمائنا بقوله: إن التخلق المؤيد يولد في صاحبه القدرة على تذوق الجماليات في نفسه وفي الآفاق من حوله. وتكون النتيجة مولاي أن الأخلاق داعمة للجمال وليست عائقة له، محركة له في شكل ذاتي وشعوري وتذوقي ووجداني، ويكون الجمال هاديا للأخلاق فلا تخرج عن توازنها واعتدالها، ولا تنأى به الأخلاق جهة التزهد في الدنيا أو الانصراف عن متعها الجمالية أو استهجانها. وهنا أصل كبير، وهو أن أخلاقيات القرآن هي في الأساس أخلاق جمالية مؤثرة في نفس مستقبلها، مثل تأثير اللوحة والإيقاع واللون والحركة، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل جماليات الإحساس بالآخر، وجماليات رعاية المرفق العام، وجمالية إماطة الأذى عن الطريق، وجماليات حسن التواصل في بيئات العمل والإدارة، وجمالية علاقة الوفاء والتضحية، وجمالية الكلمة الطيبة، وجمالية إدخال السرور على قلوب الناس، وغيرها من القيم الأخلاقية ذات الشحنة الجمالية الدافقة التي غدت اليوم أهم أسس وقواعد ومبادئ النجاح في الإدارة والإبداع الوظيفي، بل صار لها فن له أدبياته وعناصره ومجالاته، وهو فن الإتيكيت أو فن الذوق العام الذي يكشف عن المستوى الحضاري للأمم والشعوب ويجعلها محط إعجاب وتقدير من قبل الآخرين، إلى حد يمكن القول معه إن الإحساس بالجمال يؤثر في الأخلاق فينعكس على الحياة العملية في المجتمع، ليصبح التخلق بهذه الأخلاق بالإضافة إلى كونه عبادة متمثلاً باعتباره سلوكا حضاريا راقيا في علاقة الإنسان بنفسه وربه وجيرانه ومجتمعه والإنسانية جمعاء، صعودا في مراقي التجمل والتنعم بفروضات الجمال طريقا إلى الله صاحب الجمال والجلال. بل يمكن يا مولاي
الارتقاء إلى مقام آخر لنقول إن الدين بكامله أراده الله أن يكون جميلا في عقائده وتشريعاته، أي إن الله الجميل شاء أن يتجمل الناس بالدين، كما يمكن أن يستنبط ذلك من مثل قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ويتزين به عبادة ومنهاجا لعمارة الأرض، فتشترك زينة اللباس والريش أبرز مظاهر الجمال الحسي مع زينة التقوى أبرز مظاهر اللباس الروحي والخلقي، ويمتزجان في سيمفونية سلوكية وحياتية لا مثيل لها. وقد استطاع علماؤنا أن يسوقوا قاعدة لهذا المعطى تتمثل في قولهم: الجمالي العظيم أخلاقي عظيم، والأخلاقي العظيم جمالي عظيم. خامسا، الأصل في موقف القرآن من الفنون الإباحة. ركن العديد من العلماء والدارسين قديما وحديثا إلى إدخال موقف القرآن من الفنون والجماليات في دائرة المختلف فيه ما بين تحريم وإباحة، واستدل كل فريق بنصوص ووقائع تعضد موقفه، ومنهم من توسط في الحكم فذهب إلى أن للإسلام موقفين من الفنون: موقف التحريم وموقف الإباحة. والحاصل أن النظر التجزئي للموضوع في نصوصه وشواهده وقراءاته واستدلالاته يفضي إلى القول بوجود موقفين، ولكن النظر الشمولي الاستيعابي الذي يقرأ الجزئيات في ضوء الكليات ويرد الفروع إلى الأصول ويستجلي آثار الواقع النفسي والاجتماعي والفني على توجيه العلماء والفقهاء للنصوص الواردة في الموضوع، إن هذا النظر يا مولاي يقود إلى القول بكون الإسلام له موقف واحد من الفنون والجماليات هو موقف الإباحة. وما قد يفهم من سياق بعض الآيات من مثل قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، أو قوله سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أو قوله سبحانه: بل قالوا أدغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، أو قوله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، إنما هو دليل على الإباحة وليس التحريم والإنكار، لأن الفقهاء والمفسرين لم ينتبهوا إلى أمر دقيق، وهو أن كفار قريش لم يكرموا عقولهم وفنونهم إذ جعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرا، فهم بهذا أهانوا الشعر بوصفهم له بالجنون وإدخالهم له في معركة المواجهة ضد الرسالة، فهم أحق بأن يتوجه إليهم النقد. أما الاستدلال بالآية الكريمة والشعراء يتبعهم الغاوون، فقد أريد لها أن تكون حكما على الشعر بالغواية والفساد، بينما هي مجرد وصف لحالة واقعية موجودة، إذ اختار أكثر الشعراء قبل مجيء الإسلام وانتشار دعوته الأولى أن ينجذبوا جهة اللغو في القول والسلوك. فليس في الآية المذكورة حكم على الشعر الفني، وإنما هي وصف لحالة يقع حولها الإجماع. وهنا أمر آخر لم يلتفت إليه الدارسون قديما وحديثا إلا قليلا، وهو أن قراءة تلك الآيات المذكورة في ضوء سياقها من المقطع الأخير من سورة الشعراء يبرز كيف أنها مدح للشعر ورفعة له، وليس تحقيرا له أو استهجانا، لأنها وردت في سياق تفنيد فرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رئي من الجن كما زعمت قريش، فقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ليقول سبحانه في نهاية سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، لتنتهي الصورة آخرها إلى تفنيد مقولة أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين ببيانه سبحانه أن من الشعر مذموما ومحمودا،
معطيا سبحانه للفن الشعري وللفن عموما وجهة جديدة بإضافة جمالية النفع والوظيفة والتأثير إلى جمالية الصياغة والأداء. وهنا مفهوم قرآني جديد للجمال يمكن أن نصطلح على تسميته بالجمال النافع، مما هو يا مولاي في اتساق مع إحدى كبرى وظائف القرآن المجيد، وهي تنمية المصالح وتقليص المفاسد في الكون عامة وفي كل مفردة من مفرداته. فقال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالصنف الأول من الشعراء هم الشعراء كما كانوا عند تنزل القرآن، والصنف الثاني هم الشعراء كما ينبغي أن يكونوا في منظومة القرآن الكريم القيمية، وهم الصنف الذين اصطلح العلماء على تسميتهم بالشعراء ما وراء إلا. ولا عبث أن سميت الصورة بأكملها سورة الشعراء، في حين أن كلمة شعراء لم ترد فيها إلا مرة واحدة، فمن مقاصدها أنها جاءت تنتصف لهذا التجلي من تجليات الجمال وتعطيه وجهته. فالقرآن المجيد يؤسس لمعتقد جديد بخصوص الإبداع انتهت إليه الدراسات النقدية والنفسية والجمالية الحديثة، وهو أنه فيض من مشاعر الفنان ووجدانه وما يجيش بصدره، وليس وحيا شيطانيا. فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الشاعر عبد الله بن رواحة: أخبرني عن الشعر، ما هو؟ فأجاب رضي الله عنه: شيء يجيش في صدري فينطلق به لساني. فالآية رفع لقدر الشعراء وتسفيه لمعتقد خرافي لا يليق بهم وبدورهم في الحياة. والانتهاء إلى موقف الإباحة هذا تدعمه قراءة النصوص الواردة في موضوع الفنون مثل الغناء والرسم والتصوير في ضوء المقاصد الكبرى لشريعة الإسلام، وهي نصوص معروفة لا يتسع المقام لسردها. المحور الثاني تأملات في آية قل من حرم زينة الله. وإذا تأكدت هذه الحقائق والمعطيات يا مولاي وظهر احتفاء القرآن الكريم بالفنون والجماليات تحت مسمى الجمال والزينة والحسن والبهجة، ودعا إلى تمثل الجمال والتعبير عنه استكمالا لأبعاد الشخصية الإنسانية المتوازنة الوسطية، وكان موقفه من الفنون كلمة وإيقاعا ورسما وتصويرا والجماليات ذوقا وممارسة وسلوكا هو الإباحة، إذا تأكد ذلك فلنا أن نعود إلى الآية التي صدرنا بها هذا الدرس لنتساءل مع القرآن الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وهي آية تجلي الحقائق الآتية: أولا، فزينة الله تجسيد لعنصر الجمال الذي استعرضنا بعض عناصره في الكون والطبيعة والإنسان والقرآن، وهي غير عنصر الضرورة الممثل في الطعام والشراب والطيبات من الرزق. لذلك فرقت يا مولاي الآية بينهما وجعلت لكل واحد منهما اسما خاصا به، فهناك الزينة من جهة وهي الجمال، وهناك الطيبات من الرزق المرتبطة بضرورات الطعام والشراب. ثانيا، وفي التقسيم السابق ملحظ آخر يتمثل في تفرقة الآية بين عالم الإمتاع الجمالي والذوقي وعالم المنفعة المادي، فزينة الله رمز لعنصر الجمال الذي أقام الله عليه جوهر الكون والطبيعة والإنسان والقرآن، مما يدخل في إطار التمتع بمختلف حواس الإنسان، ذلك التمتع الذي يرتقي به في عوالم الروح والأشواق والمعاني الذوقية البانية للنفس السوية والحضارة الإنسانية. وأما الطيبات من الرزق فترمز إلى عنصر المنفعة، مما يدلل على تكامل عنصري الجمال والمنفعة في الرؤية الجمالية القرآنية كما سلف ذكره، وهذه التكاملية تلمس في قراءة العديد من الآيات المرتبطة بالموضوع مثل آيات سورة النحل المستدل بها سابقا. ثالثا، إن إضافة كلمة زينة إلى الله
قل من حرم زينة الله؟ إن إضافة كلمة زينة إلى الله لها شحنات معنوية عميقة، فهذا الجمال وهذا الحسن الممتد في كل عنصر من عناصر الوجود وفي كل جزء من أجزائه ومفرداته إنما مصدره الله سبحانه وتعالى، فهي ليست خارجة عن سياق الحق والحكمة التي تحكم مفردات الكون، إنها عنصر دال في قانون الجمال من الله الجميل الذي يحب الجمال ومكون حاكم. وفي هذه الإضافة إلى الذات الإلهية العلية تشريف للجمال وتنويه به لأنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، ثم في الآية ملحظ آخر، وهو أن قاعدة تحبيب الزينة إلى الناس بهذا المنهج القرآني تقتضي أن يكون الإسلام رسالة تريد أن ترتفع بالحياة الإنسانية من الاقتصار على الضرورة المرتبطة بمجرد الأكل والشراب إلى ضم عالم الإحساس بالجمال إلى ذلك، وإعطاء الوجدان حقه من المتاع الحسن والشعور بالذوق والجمال في مفردات الكون والطبيعة ومختلف ما يصدر عن الإنسان من مشاعر وسلوكات ومواقف. وإن التعبير عن ذلك كله يا مولاي شكل من أشكال شكر الله على تلك النعم. خامسا، وإذ إن هذه الآية مسبوقة بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فتمت إشعار بتوسيع الجمال ونفوذه وحضوره في الرؤية القرآنية. فمن دلالات مفهوم الآية أن الجمال مطلوب ومأمور به في أخص خصائص العلاقة الروحية بين الإنسان وربه في المسجد والصلاة، فكيف بمجالات الحياة الأخرى؟ إن الندب آكد والالتزام بالجمال والزينة مطلوب، إن حياة المسلم كلها يلزم أن تكون جميلة متزينة في العبادة في العمل في المشاعر والأحاسيس في المعاملات في العلاقات في الآداب في الأخلاق في كل تفاصيل السلوك اليومي الروحية والمادية على السواء، في ملابسنا في دورنا في أزقتنا وشوارعنا في دوائرنا ومؤسساتنا وفي الأزياء والذوق العام. ويكون منطلق هذا الجمال ومركزه ذلك الإحساس بالجمال وممارسته من قبل المسلم 5 مرات في اليوم، فتغدو المساجد والمؤسسات ومحلات الصنائع والحرف والعلاقات الاجتماعية هي دور عرض الجمال الحقيقية، وتصير هي المتاحف الفطرية العفوية التي ينتجها المسلم في حياته الخاصة والعامة. وذلك يا مولاي هدي جدكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا، وملحظ آخر يا مولاي، وهو أن السؤال يرد في الآية في صيغة الإنكار، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وذلك لمقصدية التوبيخ والتقرير، توبيخ من يحرم زينة الله ممثلة في المعطيات المادية والفنية والجمالية، وتقرير المبدأ القرآني العام وهو أن زينة الله مباحة للناس. يقول ابن عطية وأمر الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يسألهم عمن حرم ما أحل الله على جهة التوبيخ والتقرير، وليس يقتضي هذا السؤال جوابا وإنما المراد منه التوقيف على سوء الفعل. انتهى كلام ابن عطية. وسوء الفعل في سياقنا الحضاري يا مولاي، وسوء الفعل مولاي في سياقنا الحضاري المعاصر أن يمال إلى قراءة النصوص في موضوع الفنون والجماليات منفصلة عن سياقاتها ومقاصدها، وأن يصار إلى اعتبار الحرمة والتنفير من الفنون ومختلف أشكال التعبير الجمالي، وأن تنتشر الآراء المتطرفة في الموضوع وتترجم إلى لغات أجنبية فتصدم عقول أهل الحضارات الأخرى التي صار لها شأن وشأو بعيدان في ميدان رعاية الفنون والجماليات، فتتخذ بسبب المناخ المتطرف موقفا سلبيا من دعوة القرآن بتوهمها خطأ بأنها دعوة تأتي نقيضا للفنون والجماليات. سابعا، والخطاب يا مولاي في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عام
لجميع العالم، وعام لجميع ما يتصور فيه أن يكون زينة أو يحدث شعورا بالزينة ما لم يرد على تحريمه دليل معتبر. يقول ابن عطية: ويدخل فيها ما كان من الطيب للجمعة والسواك وبدل الثياب وكل ما وجد استحسانه في الشريعة ولم يقصد به مستعمله الخيلاء. وبعد هذه السياحة التأملية في الآية الكريمة أصل مولاي إلى خاتمة الدرس فأقول: إن شرعنا الجميل يا مولاي حري بالبيان والإظهار والتبشير به، لأن كل أحكامه ومفرداته تنطق بالجمال، ولهذه الغاية الجميلة يحسن أن يتظاهر الفقهاء والعلماء المختصون في علم النفس وعلم الجمال ونظرية الفن، وتتضافر جهودهم. ولنا في سؤال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الشاعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عن طبيعة الشعر وحقيقته عبرة في هذا السياق، وذلك لتأسيس أركان اجتهاد فقهي أصيل يحدد معالم الطريق في موضوع الفنون والجماليات، ليس للمسلمين فقط وإنما للعالمين، تحقيقا لعالمية الرسالة وسماحتها ورحمتها في هذا المجال. إن الإحساس بالجمال يا مولاي يقود إلى تذكر الله في صفة الجميل المتمثلة فيما أشرنا إليه سابقا من جمال الوجود والكون والطبيعة والإنسان والقرآن، والسعي إلى عبادته سبحانه من وحي تأثير فيوضات تلك الصفة القدسية على النفوس والأرواح والأذواق، بل تقود إلى الإسهام في ترشيد مسيرة الإنسانية المهددة بانهيار القيم الجمالية لصالح ظواهر العنف والإقصاء والتشويه والحد من مختلف أشكال القبح التي تتراءى أشواكها في الأذواق والقيم والأحاسيس والمشاعر والوجدان وكثير من الأعمال الفنية والسلوكات الحياتية. إن المطلوب يا مولاي أن ينشأ اجتهاد أصيل في هذا الميدان يعمل على وضع أركانه وقواعده رواد لا يستغرقهم التخصص الفقهي ولا يبتلعهم التخصص الفني، لا يستغرقهم التخصص الفقهي ولا يبتلعهم التخصص الفني، رواد يدركون ببصيرتهم الوحدة الشاملة بين الدين والفنون. وإن الآمال يا مولاي معقودة على هذا البلد الحبيب وما يمور فيه تحت قيادتكم الشريفة من نهضات تجديدية مباركة في شتى المجالات لإيجاد مؤسسة ترعى شأن الفنون والجماليات منطلقة من الرغبة العلمية والحضارية في ترسيخ قيم القرآن في الشأن الفني والجمالي، مؤسسة يكون من أهدافها أن تتحول إلى مرجعية وقبلة للفنون الإسلامية في جوانبها النظرية والتراثية والمعاصرة، قبلة يتقوى بها المسلمون في ميدان تفعيل جماليات الإسلام وفنونه، وقبلة يأوي إليها أبناء الحضارات الأخرى ليطلعوا على عطاء الإسلام في هذا الميدان، وهو عطاء سيجلي لا محالة الروح السمحة لهذا الدين وقيمه الجمالية البناءة للإنسان في أبعاده النفسية والروحية والجمالية، والقادرة على استيعاب القيم الجمالية لدى الحضارات الأخرى والتواصل معها وفق رؤية إسلامية استيعابية متوازنة تستحث الدارسين والفنانين والمبدعين على مواصلة الإبداع وفق روح القرآن القائمة على الحب والخير والجمال والسلام في مختلف ما يبدعون من فنون ولوحات وإيقاعات وأشكال وسلوكات وأذواق. إن التجديد الذي تعرفه المؤسسات الدينية والعلمية في عهدكم الزاهر مولاي أمير المؤمنين قد امتد إلى ميدان الفنون والجماليات في الإسلام ليصبغ هو الآخر بصبغة عملكم المؤسسي، وإننا يا مولاي لنطمح أن تجمع هذه الجهود بأمركم المطاع بإنشاء مركب يكون له دور التوثيق والتدريب والتكوين والإشعاع والتواصل الحضاري في ميدان الفنون والجماليات من خلال الرؤية القرآنية،
انطلاقا من مملكتكم العامرة التي عرفت عبر تاريخها الطويل باختيارها الجميل الشاكر. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. مولاي، إن الذهول والغفلة عن الوعي بجمالية الكون وجمالية القرآن وجمالية هدي من أرسل بالقرآن صلى الله عليه وسلم أدى إلى حالات من الانقباض الديني رصدت في جهات متعددة من عالمنا الإسلامي، كما أدت إلى هجوم الشعور بالقلق وبالوحشة وبالانزعاج على طوائف من ناشئتنا، قلق ووحشة وانزعاج ترياقها معانقة الهدي القرآني والنبوي بهذا الخصوص، حيث يتشرب الإنسان ويحس بجوارحه ويتلقى بفطرته ويسمع بأذنيه ويرى بعينيه كل آيات الجمال المبتوتة في كتاب الله المنظور الكون وفي كتاب الله المسطور الوحي، ليدرك أنه جميل في كون جميل صديق وفي شرعة بهية ويسيرة رحيمة وأثناء فرصة رائعة نادرة للتقرب من الله الجميل، ألا وهي فرصة الحياة. مما من شأنه يا مولاي إن سكب في مناهجنا وبرامجنا الدراسية وأنشطتنا الإعلامية وخطبنا ومواعظنا الدينية وأدرب كسبنا الفني أن يصل حاضر وطننا الحبيب خاصة وسائر الأوطان عامة بروح الشرعة وجوهر الهداية التي بعث بها جدكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين ومولد سلم وسلام ذاتي وموضوعي للأكوان. هذه مولاي أمير المؤمنين بعض أهم الحقائق التي يتيحها التأمل في الآية الكريمة: قل من حرم زينة الله، سعيت إلى أن أوشح بها صدر هذا الدرس الذي شرفت بإلقائه بين أيديكم. اللهم أدم النعماء وجنب اللأواء وسخر الأنواء. اللهم احفظ مولانا أمير المؤمنين بحفظك الجميل الذي لا يضام حصنه. اللهم بارك في عمره وزد في مدده. اللهم أدم عزه وأفض عليه المزيد من أنوارك ونعمائك. اللهم احفظ مولانا أمير المؤمنين في ولي عهده مولاي الحسن وسمو الأمير السعيد مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وكافة شعبه. اللهم أدم مولانا أمير المؤمنين ذخرا لشعبه وأمته وكافة العالمين. آمين آمين. والختم من مولانا أمير المؤمنين. صلى الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر. اهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قهره ومشتاره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.